مسرحية عيلة عمل لها بلوك. عيلة عمل لها بلوك مسرحية احنا بنحضر فيها بقالنا فترة. وباختصار عشان ما حدش يسأل في التفاصيل اللي ما بحبش احكي عن تفاصيل العمل كتير، انما هي بتحكي عن أسرة في 1927 وبينتهي المشهد الأولاني بوفاة سعد زغلول. بنشوف في كل مشهد وبعد كده الابن بيبقى عامل عيلة في عصر عبد الناصر، وبعدين الابن بيبقى عامل عيلة في عصر السادات، والابن بيبقى عامل عيلة مبارك، وهكذا لغاية 2127. يعني الأحداث بتتم في 200 سنة، الأسر دي بتتعاقب، بنكتشف إن كل عيلة بتعملها بلوك. بتعملها بلوك في إيه؟ في كل اللي بنشوفه في كل حقبة. سلوك الناس كان إيه؟ الحالة السياسية كانت إيه؟ الحالة الفنية والثقافية كانت إيه؟ سلوك الناس، السلوك الطبيعي العائلي اللي في الأسرة. في حاجات جميلة بتكتشفها إنها راحت من ما بقتش موجود. كل ماله بتاع نكتشف إن في 2127 ده شاب كان عايز يعرف أول نبتة في عيلته. فبيقعد عنده طبعا خلاص بقى روبوت، يعني بقى إنسان بلا مشاعر، بقى آلي. فخلاص التكنولوجيا استحضر، على يعني فكرة كان ده موجود في دراسات أمريكا من فترة، عن تجميع ذرات البني آدم. يعني ممكن أنا حاجة أتكلم معاك وجمعوا ذراتي علشان أزور أمريكا، ويبقى أنا برضه هناك بزور أمريكا، حاجة جنان أزلي يعني. إنما ده فعلا بحث بيعملوه. إنما هو ده وصل لأول نبتة عنده، هو زين أفندي الراجل الموظف اللي موجود في 1927 في العصر اللي هو كان وقت الحدث ده اللي هيموت في آخره سعد زغلول. فبيكتشف، بيقول أنا نفسي أرجع تاني، كل حاجة خلصت مننا في العصور دي. كل شوية عيلة تعملها بلوك لغاية لما وصلنا لقينا بلا مشاعر، بلا أحاسيس، يعني الناس قليلين. مسرحية عندما يحكم الأطفال العالم، ودي من المسرحيات اللي أنا بتمنى يعني بجري علشان نفسي إنها تقدم، لأنها مسرحية جامدة جدا 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 وقضيتها واضحة. نتخيل إن العالم بيحكموا أطفال، أطفال وأسرة مش عاجبهم أبوهم ولا أمهم ولا جدهم ولا ستهم، وفي تناقض شديد جدا بين الجيل الأجيال دي. فطلبوا من ربنا نيزك يخش من الشباك يخلي الكبار صغيرين واحنا نبقى كبار، اللي هو 6 سنين وثمان سنين وعشر سنين. وده بيحصل فعلا، فبتلاقي الاب هو الابن والام بقت هي البنت، والولد الصغير اللي 8 سنين بقى هو الاب كاملا. يعني بنشوف شخصيات هاي، وبيفتح التلفزيون يلاقوا المذيعه طفله والمذيع طفل، بيقابلوا رئيس الوزراء بيلاقوا طفل زيهم، بيقابلوا الرئيس بيلاقوا طفل زيهم. الحوار مدهش لان بيتكلموا احنا جد، لغايه لما نحس الاطفال دول عايزين يعملوا العالم ده ازاي من وجهه نظرهم. الحقيقه هو خبص شويه ان نكتشف ان الاطفال دول الاجيال اللي موجوده دلوقتي اتحكم فيهم واقع خيالي اللي هو بتاع النت والتواصل الاجتماعي، فصلهم على حاجه اسمها الاسره وعن الوطن كمان. فمش هقدر اشرح اكتر من كده، بس هي مسرحيه ميوزيكال وكوميدي وفكرتها جديده. زائد مسرحيه مؤجله من مهرجان مسرح الجميل اول سنه 98، هي مسرحيه ملك سيام. دي من الحاجات اللي لما حد يسالني يقول لي ايه العمل اللي تتمنى انك تعمله، كان هو ده اللي كان مؤجل. هم عملوا ايه؟ ملك سيام وخناتون. خناتون ما قدرش اعمله لانه شريعة السلام راح، المخرج العظيم رحل، فما قدرش اعمله. انما ملك سيام نص موجود، كنا عملنا عليه بروفات وقدمنا منه مشهد في احتفالية الافتتاح، يعني بتاعت اللي هنقدمه في الريبرتوار مع كارل موسيقى السلامة ولاعيبة الست. فملك سيام بالجاز لا، يعني هي كان حمدنا ربنا ان مصر اتاخد مننا، فما عملناش ملك سيام. يعني ملك سيام وقتها كانت تكلفتها مرعبة، كان وقتها تكلفتها 500,000 جنيه، النهارده 7 مليون جنيه. يا ريت تعمل 7 مليون جنيه. ده بالنسبة لمصر.